لو الحكاية فيها إن فيديو. تضمن اليوم مجموعة من الشباب والفتيات المستقلين بمحافظة الغربية، وذلك مع زينة بنت بورسعيد التي تم إلقائها من أحد الأبراج العالية على أيدي بواب العمارة وصديقه. اليوم محافظة الغربية قائمين على سلاسل بشرية متضمنين، الفكرة جت إزاي أو أنتوا طالبين إيه أو طلباتكم إيه؟ احنا طالبين بالتضامن مع اهل الشهيده، وطالبين باعدام الاثنين اللي عملوا كده عشان يبقوا عبره لاي حد تاني. ده اول حاجه. ثاني حاجه، نتمنى ان القضاء يحكم بالعدل. حضرتك متضامنه في سلاسل البشريه لزينه النهارده، تطلبي ايه او بتطلبي ايه من الامن العام، وبتطلبي ايه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الداخليه؟ بطلب من الامن العام القضاء، وبطلب من وزير الداخليه، وبطلب من كل مسؤول في الحكومه اللي يحط بنته مكان زينه. معانا من السائرات اللي معانا من محافظه الغربيه، ساره، النهارده انت تطلبي ايه النهارده لزينه وانتوا واقفين متضامنين مع شباب مستقل؟ والجميل ان السلاسل البشريه كلها مش احزاب او طيارات، او هي كلها شباب مستقل متضامن مع هذه البنت. لازم النهارده عشان القضيه تصعد للراي العام، ان القضاء ما يتخذلش في القضيه، وان يكون نهايه الشباب بالقصاص، يعني الاعدام عشان خاطر يكون عبره للمجتمع كله، وان اي شاب يحاول يفكر يعمل حاجه زي دي بعد كده يكون عارف نهايته هتكون هي القصاص. يعني معانا من شباب الثوار متضامن اليوم مع زينه، ايمن، تقول ايه النهارده وانتوا واقفين متضامنين وتحركتوا من اعلى كوبري الاستاد الى محافظه الغربيه لتوصيل رسالتكم للداخليه او للراي العام للوقوف بجانب هذه الفتاه؟ احنا بنطالب مطالب واحده بس، القصاص وحق الشهيد.